عليكم السلام. واش ازمور؟ أزمور فات. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد بومدير رئيس جمعية الناس السكري بجامعة الحوزية. اليوم حنا كنقيمو واحد النقطة هنايا في دوار زحيحيف وسواني الموس هنايا لأجل الكشف عن داء السكري والضغط الدموي. هضرة قامت فيها الجمعية داء السكري ديال جامعة الحوزية بتنسيق مع الجماعة ديال الحوزية، والسيدة الرئيسة راه كتشرفنا بزاف وواقفة معنا في أي نقطة كتكون ديما معنا، وحنايا راه حنايا كي دوك الاعوان السلطه كيعلموا الناس وداكشي على حسب المراسله اللي عطينا السيد القائد الله يجازيه بخير، راه واقفين معنا في جميع النقاط، وهذه المبادره قايمين بها ان شاء الله الرحمن الرحيم في جميع تراب ديال الجماعه. من راه بدينا من الاول ديال رمضان، النهار ان شاء الله الاخر عاد غادي تسالي ان شاء الله، ملي غتسالي ان شاء الله هذيك الساعه راه غادي نبداو حوايج اخرى، وهذا الشيء راه بالمجان. داك الضغط عند داء السكري والضغط الدموي والاكسجين في الدم، والجمعيه راه ناشطه مزيان في هذه الجامعه ديال الحوزيه وبهذا الشيء ديال الكشف عند داء السكري، وراه عندنا حتى المركز اللي كاين ورا الجامعه تما الكشف عند داء السكري راه كاين حتى هو راه خدام وعندو اقبال بزاف، ولا ان شاء الله ولا عندو الاقبال راه ولا كيفوت 30 40 واحد في النهار تقريبا الا السبت والحد ما كاينش. ايوا السلام. كاين شي شركاء ديالكم في هذه العمليه من غير جماعه ديال الحوزيه؟ لحد الان ما طلبناش هاد الشركاء، ولكن حتى ما بديناش بكري، عاد مشينا للدار البيضاء اقتنينا داكشي ديال لي بوندليت لي زاباراي وداكشي، وعاونونا شي محسنين الله يجازيهم بخير، وعاونونا حتى هما بهذاكشي ديال لي بوندليت ولي زونسيت الله يجازيهم بخير. الى حدود الساعه شحال تقريبا استهدفتوا دابا؟ لحدود دابا درك هاد المسنا لهاد النقطه 120. ونهار الاول درنا تيكني لهيه فشي 330 تقريبا. دونك طيله رمضان طيله رمضان ان شاء الله حنا غاديين معاهم تنكملوا الدوائر الانتخابيه كلهم. تبارك الله عليك. وحنا شفناكم دابا الان حنا تما في الرونبوا ديال الحدود ما بين جامعه الحوزيه وازمور، الناس كيدوزوا كيوقفوا عندكم في الطريق. العمليه كدوز كلشي، الناس اللي جاوا ولا اللي دايزوا كلشي كيشوفوا كاع الناس اللي جايين، وتا البرلماني السي الحاج فاطمي راه شافنا وقف مسكين وشرفنا، وتا هو دار تا التحاليل ديالو، هو واحد السائق ديالو، كيجيو الناس كلهم هنايا كاع الناس اللي دازوا من هنا كي برا على دوك السكان، برا على السكان اللي هما اللي كاينين هنايا، كيجيو الناس حتى واحد ما كردوه، راه داك الشيء بالمجان. ايوا هذا الشيء اللي عطاه الله يعطيكم الرساله للناس اللي مازال ديال الرساله للناس اللي كنبغيوهم مع شهر رمضان بادم خصو يقلب. نعم. خصو ديما يدير فحص. نعم. المبكر. نعم. كاين اللي دابا ما عارفش راسو عنده، كاين اللي ما عارفش راسو واش عنده السكر. نعم. كاين اللي ما عارفش راسو واش عنده طونسيون. نعم. ايوا خاص بنادم خصو يدير الفحص. حنا حالين البيبان، راه البيبان راه حتى في هذاك المركز اللي عندنا في سمو راه كان تقريبا كل شيء عندنا بالمجان، ما كاينش الخلاص الاول. ايوا